السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة الفنون البصرية إيمان الشيخ. النهاردة حبيت هناخد درس جديد عن تجربتي في الأبيض والأسود. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قيمة الشهر عن التميز، قيمة الأسبوع عن حب التوكل على الله. أهداف درسنا النهاردة يا حبيبتي، أول حاجة أن تتعرف الطالبة على أنواع الخطوط وأنواع الزخارف وأشكالها في الطبيعة، ده الهدف المعرفي. ثاني حاجة أن تستشعر الطالبة بجماليات الخطوط والتناغم بين الزخارف المتنوعة، وده الهدف الوجداني. ثالث حاجة أن تترك الطالبة أعمال فنية متنوعة من الخطوط والزخارف، ده الهدف المهاري. رابع حاجة أن تقوم الطالبة بتلوين الرسم تلوينا صحيحا دون ترك أي فراغات، ده الهدف المهاري. نيجي على المصطلحات درسنا النهاردة. أول مصطلح معانا أنواع الخطوط، هما 6 أنواع. أول حاجة خط مستقيم، تاني حاجة خط منكسر، تالت حاجة خط منحني، رابع حاجة خط لولبي، خامس حاجة خط متقطع، سادس حاجة خط حلزوني. نيجي على المصطلح الثاني، أنواع الزخارف، هما 5 أنواع. أول حاجة زخرفة هندسية مثل المربع مثلث الدائرة المستطيل، ثاني حاجة زخرفة نباتية اللي هي النباتات الأوراق الشجر الزهور، ثالث حاجة زخرفة حيوانية وهي مثل الأسد الفيل كيف الحيوانات يعني، رابع حاجة زخرفة خطية اللي احنا لسه قايلينها أنواع الخطوط اللي هي مستقيم منكسر مموج حلزوني لولبي متقطع، خامس حاجة زخرفة إسلامية مثل قبب المساجد والزخارف الإسلامية. دلوقتي أمامكم أشكال مختلفة لأنواع الزخارف بتستعينوا بها أثناء الرسم وكيفية التلوين. نيجي على السؤال الأول في درسنا النهاردة، ضعي علامة صح أم خطأ أمام العبارات الآتية. أول حاجة يعتبر المثلث والمربع من الزخارف الهندسية، صح أم خطأ؟ تاني حاجة الزخرفة الحيوانية تشمل على خطوط الخط المموق والخط المنكسر، صح أم خطأ؟ نيجي على السؤال الثاني معانا في درسنا النهاردة، ضعي اسم كل خط تحت الصورة المناسبة لها. عندك 3 خطوط، هتكتبي كل خط الاسم بتاعه تحتيه. نيجي على آخر حاجة خلاص قبل ما نرسم، الأدوات اللي هنستخدمها النهاردة في رسمها، كراسة الرسم بيضاء، تاني حاجة قلم رصاص، تالت حاجة الممحى، رابع حاجة المسطرة، خامس حاجة الفرشة، سادس حاجة قلم أسود المسطر أو خشب براحتك لك حرارية الكتابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة إن شاء الله رسمتنا عن زخرفتي بالأبيض والأسود. هختار اي زخارف وهرسمها، اهم حاجه تبقى ايه بالابيض والاسود. انا دلوقتي هرسم بالفرجال دائره كبيره عادي، اللي مش عندها فرجال ممكن تعمل مستطيل. طبعا احنا عارفين المستطيل 15 في 20، الطول 15 والعرض ايه 20. اللي عايز تعمل بالدائره براحتكم، انا دلوقتي هعمل دائره. همسح زيت دي،
حابه بقى ايه ارسم زخرفتي، اي زخرف ايه تدي شكل حلو. يعني مثلا هرسم الدائره كده بالشكل ده كده. اول حاجه بنعملها بنقسم الشكل بتاعنا عشان نعرف نعمل ايه الاشكال اللي جواها. تمام كده قسمت الشكل بتاعي. هبدأ بقى اعمل ايه جوه كل جزء، هرسم فيه زخرفة معينة بحيث تدينا الشكل في الاخر حلو. هنا هعمل اقواس، بالشكل ده كده. خلصت الأقواس اهي. هنا هعمل مثلا دوائر، اهو. اما في الجزء ده هبدأ اعمل مثلثات بالشكل ده كده. او نقدر نقول ايه خط منكسر. بالشكل ده كده اهو. هنعمل خط مزدوج بدل ما يبقى خط فردي كده. خلصت اهو المثلثات، عملت كذا خطوط مش خط واحد وسبت ده هيبقى لونه بالاسود. هبدأ اعمل في الجزء ده حلزوني، بس مش حلزوني بخط واحد، لا هعمل خط مستوك زي كده. انا عايزاه يبقى شكل ملخبط، مش لازم يبقى ايه بالشكل ده كده. عادي لو حركنا كراسة
بالشكل ده كده اهو. اهو بالشكل ده كده عملنا خط على ذيل مستواك اهو. اما الجزء الاخير ده هنعمله مربعات زي شطرنج كده. بالشكل ده كده كده احنا خلصنا رسمتنا. هعمل بس ايه زوايا صغيرة هنا بحيث مش عايزين يبقى ابيض كتير في رسمتي. بس كده دلوقتي احنا هنبدأ نخطط اللون الاسود الخشبي او في المصر براحتك. همشي نخطط كل اي حاجة بالقلم الفاصل. هخطط اللون الاسود اهو الدايرة بتاعتي. نخطط الأجزاء دي بتاعتي. أنا دلوقتي كده ايه خلصت تخطيط بالأسود اهو. أنا بالأسود نفسه هو هو هبدأ ايه ألون. نبدأ أول حاجة بالنجمة دي. خلصت النجمة هبدأ ايه اسيب ابيض اسود ابيض اسود زي الشطرنج. يعني مثلا اسيب ده ابيض هلون ده اسود بالشكل ده كده. دلوقتي انا خلصت اهو الجزء ده. هبدأ ارسم ايه في الجزء ده. الجزء ده هعمل ايه هلون. احنا راسمين خط حلزوني مزدوج فانا هلون ايه الخط المزدوج ده. مش ليه دعوة بالخلفية. الخلفية هسيبها ابيض زي ما هي. خلصت اهو الشكل ده شايفين. هبدأ بقى ايه الون دي. هلونها برضو زي دي اللي هو ايه اسود ابيض اسود ابيض اسود. خلصت اهو الجزء ده. هبدأ ايه هلون الدوائر. خلصنا اهو. دلوقتي احنا خلصنا الدوائر هندخل في ايه المربعات دي. هنعملها زي ما قلت لكم شطرنج اللي هو اسود ابيض اسود ابيض كده. خلصت اهو رسمتي اهو. ده زخرفتي بالابيض والاسود. هتلاحظوا ان انا استخدمت زخارف متعددة. زخارف الهندسية زخارف خطية كده. موضوعنا النهاردة خلص. ان شاء الله نقابلكم الاسبوع الجاي في رسمة جديدة ودرس جديد. شكرا.